مصدر الخطورة، مصدر الإزعاج، مصدر الانطلاقة بكرة أمامية تتقدم إلى الناحية الهجومية، لكن بكرة مقطوعة لا زالت تسديدة جول لمصلحة أبناء نجران بعد أخطاء دفاعية حضرت وبالجملة وطبول أبناء نجران تحضر مبكرا ربع ساعة أولى جعلت لنجران أول الأفراح بأول الأهداف، لكن مع استغلال الهفوات الدفاعية الدوران التسديد ملائكة يتابع الهفوات.